الدورة التكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات الإدارات الجمعوية في مجال كتابة تسيير وتقييم المشاريع التنموية. Une formation كانت très enrichissante, pleine d'informations. قدرنا نعرفوا c'est quoi un projet, comment rédiger un projet et surtout موتيفاتني باش ندير ان بروجي مع لاسوسياسيون ديالي. دورة تسيير مشروع جي سي بي فادتني بزاف في تغيير طريقة تفكيري تجاه المشاكل والحلول الموجودة في المجتمع، وخلاتني نقدر نخمم من الآن أن ندير مشروع تنموي يفيد فئة كثيرة من الناس ونساهم في الهدف الأكبر من تحسين المجتمع الجزائري بصفة عامة. دي ان اكسيون دو فورماسيون و اون اكسونتيي نوتر كونيسونس à propos de la gestion du projet et des programmes. Avant d'être une formation professionnelle associative, je considère ça comme une formation personnelle qui a servi à mon développement, m'a vraiment beaucoup aidé et par rapport à mon approche vis-à-vis les problèmes que je rencontre dans ma vie, non pas uniquement des problèmes associatifs ou sociétals, mais problèmes personnels, je les aborde de façon plus structurée, plus schématisée et plus scientifique. كانوا عندي بزاف مشاريع في راسي وما كنتش عارفه كيفاش ندير لهم التخطيط، كيفاش ندير لهم الاولويه، مي بعد ما دات هاد لا فورماسيون الحمد لله عرفت كيفاش ننظم الاولويات تاعي. لا فورماسيون هادي تاع جي سي بي عاونتنا باش نبدلوا النظره تاعنا لحل المشاكل، شكون هو لو بروبليم اللي صح امبورطون لازم نديروا له سوليسيون، ماشي نديروا باك دي زاكتيفيتي هكا برك، كاين ان دوغري دامبورطونس لازم نكلاسو به لو بروبليم تاعنا باش نديروا ان بروجي اللي يكون فيزابل وبيرتينون ويعطينا دي ريزو مبادرة ولا مشروع المرسم من أحسن المشاريع اللي قدر تساهم أنه دعم الشباب وتخلي لهم مكان يلتقيوا فيه باش يحطوا مشاريعهم، وأيضا بمرافقة من ناس أخصائيين هم اللي يعاونوهم كيفاش يكونوا شباب فاعلين في مجتمعهم.